يعني اليوم هو يوم الطفل الفلسطيني. بالعادة نحتفل في يوم الطفل الفلسطيني بالحديث عما تم إنجازه من قبل الحكومة، من قبل المجتمع لتحسين حالة حقوق الطفل في فلسطين، ولكن للأسف هذا العام يأتي في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من 6 شهور. ومن هنا رأينا أن يكون هذا اليوم من أجل توصيل صوت أطفال فلسطين إلى العالم، ليكن هذا اليوم يوم عالمي للتضامن مع أطفال فلسطين من أجل الحراك الدولي لوقف هذا العدوان بحق الطفولة في فلسطين، ومن أجل مساءلة دولة الاحتلال على هذه الجرائم ليتم ضمان عدم تكرارها بحق فلسطين أو أي مكان آخر. احنا اليوم هون موجودين اطفال ومتطوعين وموظفين، واي حدا هي دعوه عامه لاي حدا بدافع وبيامن بحقوق الاطفال. كلنا شايفين ايش قاعد بصير بغزه وبالضفه الغربيه من انتهاكات للاطفال، انتهاكات سياسيه من الاحتلال. مطالب الاطفال واضحه، مطالب الاطفال ايقاف اطلاق النار في غزه وحمايه حقوقهم من خلال بخلال وقت الحرب على غزه. احنا شفنا انه ما في ولا اي حق يحترم للاطفال، لا حق التعليم ولا حق الحياه ولا حق الصحه ولا حق الغذاء حتى موجود. فاحنا اليوم هون، غدا يصادف يوم الطفل الفلسطيني، واحنا بناكد على انه الطفل الفلسطيني غير عن اي طفل بالعالم. من الانتهاكات اللي هو بتوقع على هاي المجموعه من الاطفال. في ذكرى يوم الطفل الفلسطيني عندنا اكبر مثال على انتهاكات لحقوق الاطفال في غزه وفي الضفه الغربيه، في مخيماتنا، في اي يوم بنمر فيه بحياتنا العاديه. فاحنا طلعنا في كل محافظات الضفه، رام الله وجميع المحافظات، نطلع نعمل وقفه تضامنيه. عاده كل سنه احنا بنعمل فعاليات، بنطلق حمله لها علاقه بحق معين من حقوق الاطفال. السنه هاي اخترنا يكون صوتنا بس لاطفال غزه واطفال فلسطين المنتهكه حقوقها.